يعيش منتج الخضر والفواكه بسوس خلال هذه الفترة من السنة أياما قاسية نتيجة انخفاض درجة الحرارة التي أثرت بشكل ملحوظ على محاصلهم الزراعية تأثير ديال البرد على القطاع ديال الطماطم داك النمو ديالها ما كيكونش بحال الأيام العادية الإنتاج ديالها كيكون كيكون قليل مقارنة مع الأيام العادية كتخرج تقريبا كل سيمانه كتخرج فيها 100 صندوق في الايام العاديه كل يومين كتخرج فيها نورمالمون 100 صندوق باريكتار هاد لو فروا كيعطل لا ريكوت عوض جني مثلا غدا كتبقى واحد دو و ولا تخوا جو عاد كيكون جني لا ديال لي غوسك تيكون نقص كيكون الروتار في لا وكتكون العوجية ديال لي طوان كما كي كيقولوا داك الطوان كي داك المشكل ديال وكان وكاين عاوتاني واحد المشكل ديال لوسي سي الا كان طالع لوسي سي كيبان بحال بحال لي ديال غير لوسي كيكونوا كتكون لا غرين في لي ماشي بحال البرد تتعدد وتختلف وسائل الوقاية التي يستعين بها الفلاحة والتقنيون خلال هذه الفترة وذلك للحفاظ على سلامة المزروعات وجودة المحاصيل في هذا البرد كان نقصوا شوية ليريغاسيون لو طو ديريغاسيون كان كنقصو بحال في الصيف مثلا كان سقيو مثلا ثلاثين دقيقة دابا كنسقيو سقيو مينوت زمينو مينوت على حسب لي كونديسيون كليماتيك هنا لاصر ديما كيكون فعلا مرة مرة كان السواقي باش يكون شوية لايراسيون كان خدمو بلي فوليير بلي برودوي فوليير باش بش باش ما يبقاش داك العوجية ديال ليكوس التدابير اللي كنديرو في هاد الوقيتة ديال البرد كنعاونو الشجرة ب بلي زونغري فولير و كندوزو لي زوليكو ليمو و لو فير و لي زاسيد اميني و كنعاونو بيهم و كتكون النتيجة مزيانة ولكن ماشي بحال الايام العادية وحسب ما جاء في نشرات الاحوال الجويه لنهايه هذا الاسبوع وبدايه الاسبوع المقبل من هطول امطار الخير، يعمل التقنيون الصاهرون على عمليه انتاج الخضر والفواكه على القيام بعده اجراءات لحمايه تلك المزروعات من الاثار السلبيه التي قد تحدثها الامطار. التدابير اللي تحسب تحسبا المطريه اللي قد ان شاء الله في السيمانه القادمه هو اولا كنعتمدوا على لي بريفيزيون يعني التتبع اليومي للتوقعات المناخيه اولا بعدا هذه ضروري ثانيا بالنسبه لي كولتور سوسيير تكون عندنا واحد الحفاظ على لا ديالنا تكون قويه جدا ضد ضد تهاطل الامطار يعني لي طونشيتي ديال الميكات تكون مزيان العواد ديال السير يكونوا يكونوا صحاح الممرات ديال الماء يكونوا مقادين لا سير اون جينيرال خصها تكون بيان بيان ستيكتوري بيان بيان ايكيبي باش تيفيتي داك المشكل ديال ديال تساقط الامطار كذلك بالنسبه لي تريتمون لا بد من يكون عندنا دي تريتمون بريفونتيف لي مالادي فونجيك اون جينيرال لا يكون عندنا واحد واحد الباساج ديال يعني كيتسمى باساج بريفونتيف باش باش ما يكونش عندنا تكاثر الامراض الفطريه وديال الخموجيه داخل الضيعات ديالنا